يعني لو هنتكلم على أصحاب أو يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الهمم، عندهم مواهب فنية، عندهم مواهب متعددة ومتنوعة، لكن تحديدا هنقف عند المواهب الفنية، لأن معانا دلوقتي على التليفون الأستاذة منال خورشيد، المخرجة في التلفزيون المصري، والدة المطربة هديل ماجد اللي بتلقب بأم كلثوم واللي غنت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صباح الخير يا أستاذة منال. صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا جمانه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ أهلا الحمد بيك. لله تمام. استاذه منال، يمكن دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بياكد ان ذوي القدرات الخاصه مش مهمشين ابدا، شايفه ازاي اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم؟ اولا انا بقول يعني ان ست الرئيس الاب الانسان فعلا مبروك الجائزه الدوليه، لأنها فعلا هي من أرفع الجوائز اللي هي بتمنح للرؤساء والملوك، وهو بصراحة يعني يستاهلها أكتر وأكتر، يعني بصراحة يعني لأن أنا بقول إن مصر دلوقتي فيها طفرة فعلا غير مسبوقة، يعني في مجال رعاية ذوي الهمم بجد هي يعني بقت طفرة مختلفة. عايزة أقول لك إن سيادة الرئيس إن الولاد دول إداهم زي ما بيقولوا قبلة الحياة إن هم يظهروا. فعلا حقيقي الدنيا اختلفت خالص خالص بعد سياده الرئيس بجد. يعني دلوقتي ولادنا في منهم اللي مذيع، وفي منهم اللي ممثل، وفي منهم المرشد السياحي، وفي المطرب معيد في الجامعه هديل. ومطرب طبعا هديل. ايوه يعني طبعا هديل عندها الموهبه دي، عايزه اقول لك من زمان، يعني من سنين طويله وهي بتتدرب صحيح. في اكاديميه الفنون وبتقول لك امتى هظهر، امتى يعني الناس هتسمعني، امتى امتى امتى. فعلا لا، في نقله بقى، يعني النقله جت فعلا. واعتقد فعلا انها ظهرت بالفعل وعملت كليب، صح؟ عامله دلوقتي هي الحمد لله 2 فيديو كليب، من ما شاء الله. هي الوحيده اللي عامله 2 فيديو كليب من ذوي الهمم. وعلى فكره عايزه اقول لك ان الاثنين فيديو كليب دول بيتذاعوا في التلفزيون المصري، يعني انت متخيل؟ يعني شوف الطفره وصلت لقد ايه؟ يعني الكلام زمان احنا كنا ده بنداري حقيقي ولادنا. بيتذاعوا عندنا على طول. ايوه فعلا، يعني اغنيتين بيتذاعوا في التلفزيون المصري، دي حاجه ما حصلتش قبل كده. يعني كنا بنداريهم وبنستخبى ومش عارفه ايه دلوقتي لا، دلوقتي الدنيا اختلفت ونظره الناس للولاد دي اختلفت خالص، بقى في تقبل للاخر، بقوا الولاد دول طبيعيين، عايشين حياه عاديه، ماشيين في الشارع، ماشيين في المولات، ماشيين في النادي، يعني الناس يمكن كمان بتشاور عليهم ويقول لك بص دول الابطال، بص الولاد دول عندهم فعلا، دول قادرون، فعلا قادرون باختلاف، كل واحد طبعا مختلف في قدرته. طبعا يعني استاذه الدنيا منال، طبعا بصراحه بعد التحيه وكمان الله سلامي يخليك يا الهديل، جماعه، بس ميرسي يا عايزه يعني حضرتك برضو واحنا بنتكلم عن الطفره اللي حضرتك بتتكلمي عنها دلوقتي، اكيد كان في صعوبات في وقت من الاوقات، كان في تحديات في وقت من الاوقات، عايزه اعرف من حضرتك ايه الصعوبات اللي قابلتيها، ايه التحديات اللي واجهتيها عشان دلوقتي لما نوصل للمرحله اللي احنا فيها الحمد لله دي حاسين فعلا بقيمتها؟ لا، في صعوبات، كان صعوبات كتير جدا، صعوبات يعني هي دي الدرس، دراسة عادية لأن هي عندها يعني ضعف بصر شديد وإعاقة شوية في رجليها، فأنا كنت بواجه مواجهة كبيرة جدا إن أنا أدخلها مدرسة، إن أنا أعلمها، لا الدنيا اختلفت خالص، الولاد ما كانوش متقبلينها في المدرسة، حاسين إنها مختلفة عنهم، شكلها مختلف شوية. دلوقتي تعالي أي حد من ذوي الهمم يقدم في أي مدرسة اللي هو الدمج ده اللي هو سيادة الرئيس عمله، لا الولاد متقبلين وعارفين إن ده صحيح. لا ده مختلف عننا بس برضك لا شاطر. لا في تحديات كتير قابلتها في التأمين، في الطب، يعني في المجال الطبي برضك كنت في صعوبات كتير جدا جدا قابلتها، لا قابلت في حاجات كتير لان هديل متخرجه بقى لها كذا سنه صحيح. فالدنيا اختلفت، لا دلوقتي الدنيا اختلفت تماما 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 في حاجات كتير، ما بدات اعمل لها بطاقه لما بدات لازم يكون عندها بطاقه، لا تعبت عقبال ما عملت، الدنيا اختلفت دلوقتي. اصبح في سهوله في التعامل يا استاذه سهوله منال. سهوله فوق ما تتخيل، يعني انت صحيح. بتخش لو السجل النهارده المدني. بنشوف شواطئ خاصه موجوده ليهم زي ما شفناها في اسكندريه في وتابعناها النهارده، بالظبط، يعني عندنا في صباح ايوه الخير اكتر من مره.
ايوه صح فعلا، في شواطئ خاصه ليهم كمان اللي هم في مجال صحيح. الابصار يعني. لا الدنيا اختلفت يعني، الوعي نفسه يا فندم اختلف الحقيقه يعني. تقبلوهم الناس، متقبلينهم فعلا. لا الناس ولادنا دول كانهم خليني اقول لحضرتك يا استاذه منال، يعني قوتنا دايما بتكون في تنوعنا، بتكون في اختلافنا. الاستاذه منال خرشد والده المطربه هديل ماجد، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير.